السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح عمل برنامج الموبايلات والاكسسوارات الإصدار الثاني من بداية من مرة أخرى. أول حاجة هنعمل لها طبعا اسم المستخدم وكلمة السر الفورم الأولاني. هنا هنكتب في اسم المستخدم وكلمة السر، وهنعمل حاجة زي شبكية كده. وهنعمل عملية توسيط للكلام دوت، يبقى في المنتصف. ولون البرنامج هنوحده، هنشوف مثلا لون هنسيف. طب الأول هنا هنستخدم باسم يوزر، هنا هنعمل له اللون البرنامج، الخلفية الرئيسية للبرنامج اللون دوت، والكلمات هتبقى لون أغمق، والكلام الداخلي كلام من اللون الأبيض. هنشيل الكلام الجانبي ده، هنحوله إلى نور، وهنعمل كلمة السر، نعمل زرار الإدخال. والله الاثنين عشان نعمل لهم علامة اليد، نخش على الجوجل شيت ونختار اللي هي ديت، نختارها تبقى هاند، تظهر معانا بالهاند كده اهي تبقى بيد. هنا هنعمل اغلاق عن طريق الماكرو، بس اغلاق برنامج بالكامل عشان ده اول اغلاق هيشوفه اوت اكسس. هنعمل الشاشة الرئيسية للبرنامج، عندك كنترول سي وكنترول في، هنكتب هنا الشاشة الرئيسية. الشاشة الرئيسية ديت كل ده هيتشال فيها، وهيبقى هنا هيضاف شوية حاجات.
صلاحيات ادي 1 2 تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وهنا هيضاف شوية حاجات جزء منها هيكون ترحيب وجزء منها تنبيهات. ده هيبقى الشكل الرئيسي للبرنامج، الشكل الرئيسي هيبقى للبرنامج. هنيجي هنا تاني نشتغل في اليوزر والباسورد، لازم تبقى يكون عندنا داتا. هنعمل أول جدول عندنا، هنا هيكون شورت تكست، وهنا أيضا شورت تكست، وهنا أيضا شورت تكست، عشان هنا إيه اسم ثلاثي. ماشي، هنخلي هنا أحمد والباسورد بتاعه 10، وهنا اسم الشخص أحمد، حسن، علي، هنا بقى هيستخدم باسم اليوزر. هنعمل بقى شوية جروبات كده، المستخدمين يبقى ده معانا أول حاجة في المستخدمين اليوزر، ده الشاشة الرئيسية، وهنا اليوزر هينضم معانا في المستخدمين، جروب المستخدمين. هنعمل أول استعلام للمستخدم يوزر، هناخد منه أول وتاني بس الاستعلام الأول ده هنعمل استعلام على يوزر،
ادي اول استخدام على تيبل يوزر، وهنوديه الى جروب المستخدمين. ونقول هنا شوف لي الكلمة اللي هتتكتب هنا في فورم المستخدم، عند تكست صفر، تكست صفر. بس احنا عايزين نغير الأسماء دي، الباسورد هنيجي هنا اهو ونقول فيلم واحد، شوف لي الكلام اللي هيتكتب هنا في اليوزر الأول. وهنعمل هنا استعلام بدي لوك اب، هنستخدم الكود دوت، هنعمل ستكس بسيط هنا، هنقول يا سيدي هنشوف لي الاستعلام المكتوب اللي هو ده، ورينيم نخلص كده اهو، ونضيفه هنا اهو، هناخد منه اللي هو فيلد اتنين، فيلد اتنين هنعمل طبعا دوت بعد التحديث تكست 17، بي دوت تكس 17 دوت ريكويري، هنحدث هنا هنا أول يوزر أحمد 10، هنا أحمد 10، وظهر معانا بصوت 10. لو عملنا مثلا جلال ما مش مسجل عندنا، عشان كده ظهرت معانا فاضي. هنكتب هنا بس تذكرة التكست بوكس ده بتاع ايه، بحث ايجاد رقم السري للتبرمج كده، يعني ده للتذكرة مش أكتر. والاتنين دول طبعا في وضع الإخفاء. هنا هنعمل حاجة اسمها كود اف علشان خاطر نعمل التطابق بتاعها، دي
بس هتكون في الحلقة الجاية لهذا البرنامج. هنعمل كود اف في حالة تطابق، يقدر يخش على الشاشة الرئيسية. في حالة عدم تطابق هيدي رسالة تنبيه ان باسورد وكلمة السر خطأ. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.